كل ست مصرية في حياتنا قوية وملهمة لكل اللي حواليها، علشان كده لازم ندعم في بناء مجتمعها، الدعم اللي يخليها تقدر تنجح وتحقق أحلامها. الدولة مدركة قيمة دور المرأة وأهمية تمكينها وتأهيلها، وعلى مدار العشر سنين اللي فاتوا وبالتخطيط السليم بتحقق المرأة مكتسبات عظيمة وبتثبت إنها دايماً قد المسؤولية. المرأة دايماً في القلب من كل خطط التنمية للدولة، وهي المستفيد الأول من المشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية المختلفة. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، 26 مليون سيدة يستفدن من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال إتاحة خدمات تعليمية وصحية وفرص عمل. 47 مليون سيدة استفدن من مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة. بلغت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة نحو 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023. استفاد منها ما يقرب من 5 مليون مستفيدة. وفي مجال تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص، أكثر من 60 ألف امرأة تم تدريبها وتأهيلها من خلال أكثر من 200 برنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. 55% نسبة المرأة في المدرسة الرئاسية للقيادة، وأول 65 قاضية في المحكمة الدستورية العليا جربوا في المدرسة الرئاسية للقيادة، بالإضافة لتدريب 11 سيدة من النيابة العامة. وأطلقنا مبادرة تأهيل القيادات النسائية في 21 محافظة، ودربنا 113 مصرية بالخارج في 29 في المدرسة الرئاسية للقيادة. تحقيق التكافؤ بين الجنسين منهجنا في كل مبادرات ومشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فاستحدثنا فئة خاصة للمرأة في جائزة مصر التميز الحكومي، وبنتوسع في تطبيقها على مؤسسات القطاع الخاص، وخصصنا فئة للمرأة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. الفرصة هي كلمة السر. كل ست مصرية تقدر لو لقت الفرصة المناسبة، لو دربت وتأهلت صح، لو توفرها المناخ والبيئة الآمنة علشان تقدر تشتغل وتفيد بلدها. الست المصرية قادرة، واللي حققته السنين اللي فاتت أكبر دليل، ودي مجرد بداية.